السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من قلب الشارع. أذكر كالعادة في بدايتها بأن الآراء الواردة فيها لا تعبر بالضرورة عن رأي أنا طارق حامد أو رأي قناة نورمينا إدارة أو عاملين، وإنما تعبر عن آراء أصحابها وحامليها الذين دائما وأبدا نفترض بهم حسن المنطق وحسن الصياغة، حياكم الله. تستطيع كل عشيرة أردنية قتل أحد أفرادها أن تأخذ ثأرها بيدها، ولا داعي للجوء والقانون، نحن دولة مؤسسات وقوانين. تستطيع كل عشيرة أن تمهل الحكومة مدة زمنية من أجل الإفراج عن الموقوفين، نحن دولة مؤسسات وقوانين. كل المشاجرات لدينا تنتهي بعطوات عشائرية وتقبيل للرؤوس وكأن شيئا لم يكن، نحن دولة مؤسسات وقوانين. العشيرة كثيرة العدد تحجز لها عدة مقاعد دائمة طبعا في مجلس النواب، والعشائر الصغيرة لا تحلم حتى بتمثيل لها في المجلس، نحن دولة مؤسسات وقانون. وفي كل بيت أردني هناك سلاح أوتوماتيكي طبعا أو أكثر، نحن دولة مؤسسات وقانون. والحديث عن العشائر خط أحمر كالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن الله عز وجل مثلا، نحن دولة مؤسسات وقانون. المناصب الحكومية طبعا تورث حسب قوة العشيرة، نحن دولة مؤسسات وقانون. أرحب بضيفي الكريمين اللذين شرفاني في الاستوديو. أبدأ عن يميني بالدكتور أحمد علي عويدي العبادي، أستاذ القانون المدني المشارك في الجامعة الأردنية، حياك الله دكتور. الله يسلمك. وكذلك جزيل الترحيب بالشيخ مازن الحديد، الناشط الحقوقي والوجه العشائري. الشيخ مازن مساء الخير. مساء الخير سيدي. مساء الخير. هل نحن دولة مؤسسات وقوانين أم دولة عشائرية ودولة عشائر متناحرة دكتور؟ أنا لم أعد أفهم شخصيا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أخي طارق في البداية وأشكر قناة نورمينا أن أتاحت لنا الفرصة للحديث في هذا الموضوع الحيوي والمهم، وأنا سعيد بأن أكون بمعية أخي وصديقي وزميلي العزيز الأستاذ مازن الحديد للحديث في موضوع في غاية في الأهمية في هذه الأيام، موضوع العنف بأشكاله المختلفة، العنف المجتمعي والعنف الطلابي. ولا بد حقيقة في البداية أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من توفاهم الله في الأحداث الأخيرة التي وقعت في جامعة الحسين بن طلال، وقبلهم لمن توفى الله في جامعة مؤتة. وأقول في البداية بأنه قضية الجريمة، حتى يعني نتكلم بصراحة وبوضوح بأن موضوع الجريمة موجود منذ قابيل وهابيل. هذه ليست جريمة، هناك عنف. نعم. حدث عن عنف وليس عن جرائم. أنا يعني لا أتكلم ولا أبرر، لكن أقول بأنه الدولة يعني وظيفتها التقليدية والأساسية اللي هو تحقيق الأمن وتحقيق الدفاع، وهذه قضايا أساسية، وبالتالي حتى يتحقق الأمن لابد من يعني الأخذ بالأسباب وبحثها ودراستها ثم تقديم المقترحات اللازمة. طيب دكتور، سنتحدث بكل شيء ولكن نقطة نقطة. أنا حدي جاوبني على سؤالي، الأردن دولة مؤسسات قانون أم دولة عشائر وعشائر متناحرة؟ أنا أقول بصراحة هكذا. أنا يعني أقول حتى لا نحمل العشائرية أكثر مما تحتمل، وحتى نكون يعني بكل وضوح، العشيرة أو العشائرية مؤسسة مجتمعية محترمة إذا نظرنا لها من هذا المنظار. أما أن نحمل العشائرية أكثر مما تحتمل وأن نأخذ من العشيرة وسيلة وذريعة للانقضاض على البعض وللعنف وتفاقم العنف، فهذه مشكلة أخرى. إحنا دولة قانون ودولة مؤسسات، وهنا لابد من التأكيد على نقطة، واليوم أنا كنت أتحدث مع طلبتي في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، بأنه إحنا في الدولة الأردنية يعني نشهد تحول بدأ منذ سنوات، ويجب أن نتعامل مع هذا التحول. أي تحول؟ بأن الدولة تحولت من المجتمع العشائري إلى دولة مدنية فيها مؤسسات وفيها سلطات وفيها قوانين، ويجب أن نتعامل مع هذا الأمر بي 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 بما يستحق. وأقول بأنه العشيرة يعني إذا أحسن التعامل معها ومع هذا المفهوم كنا أبناء عشائر، سواء كانت هذه العشيرة كبيرة أم صغيرة أيا ما كان عددها. قد تكون العشيرة في لحظة من اللحظات إذا تعاملنا معها بما يجب قد تكون مؤسسة لتنظيم الأمور ولضبط التصرفات والممارسات، فلان الفلان من العائلة الفلانية،
بده يحمل هذا الاسم، بده يتعامل مع هذا الاسم بما يستحق من الاحترام والتقدير، وأن تتعامل الناس مع بعضها البعض. هذا حكي نظري بي 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 لا نراه نعم. على الإطلاق دكتور، سوى أسمعه الآن الآن, الآن الآن نحن لسنا مع الممارسات الخاطئة، ويجب أن لا نحمل هذا الأمر أكثر مما يحتمل، ويجب أن لا نختبئ خلف العشيرة لكي نتوغ يعني لكي نتجاوز على القانون ولكي نعتدي على الآخرين. طيب جيد هذا دكتور. أمر غير مقبول وغير مرفوض، ويجب أن لا نسمح لأنفسنا إنه إحنا يعني نستعين بالعشيرة حتى نتجاوز على القانون. القانون يجب أن يحترم وأن نتعامل مع هذا الأمر، وبخلاف ذلك سيكون في فوضى في كلام شريعة جميل غير. كلام جميل، وأنا سأسأل الشيخ مازن بعد قليل عن العشائرية بمعناها الجميل، ولكن قبل ذلك سؤالي مباشر لك، هل نحن فعلا دولة مؤسسات وقانون؟ أنا شخصيا لا أرى ذلك، لا أتمنى ذلك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ إذا بدأ أول شيء أشكر محطة نورمينا والقائمين عليها، وخص بالذكر أستاذ طارق حامد الإعلامي المتميز. بداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم كأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف في مكان يصنعون، صدق الله العظيم. حقيقة نحن لا سمح الله نخشى، لا سمح الله أن نذوق لباس الجوع والخوف بما نعمل. ظاهرة العنف المجتمعي والعنف الجامعي هذه ظاهرة خطيرة جدا، ويجب وآن الأوان أن ندق نقوص الخطر. يجب أن نكون دولة مؤسسات، آن الأوان أن نخلع هذا الثوب الرديء، هذا الثوب العفن. العشائرية مفهومها مفهومها قذر، مفهوم العشيرة تحترم، العشائر الأردنية محترمة ولها أصول جذور، أما العشائرية بمعناها الجهوي بمعناها التعصبي بمعناها المسقط الرأس، هذا لا يجب أن يحارب. وآن الأوان نحن نعيش بدولة، دولة مؤسسات، دولة قانون، الكل يحسدنا على الأمن والأمان، والأمان فيه. آن الأوان العشائرية هي تعصب أعمى جاهل، والآن الأوان نخلع هذا الرداء. نحن الآن بالألفية الثالثة، عيب عيب أن نصل لمستوى عشائر أردنية عبر التاريخ، عشائر محترمة وعشائر لها أخلاقياتها وأدبياتها، لكن ما نراه ونسمعه هذا اليوم شيء مؤسف ومخجل أمام العالم. ونحن أبناء ونحن في هذا الوطن الجميل الذي صنع وأسس على مبادئ وقيم جميلة، يجب أن لا نلوثه بهذا المفهوم الرديء. طيب أنا سأسألك شيخ مازن، نسمع دائما كلاما يعني جميلا عن العشائرية بمعناها الرائع يعني. نعم. أنا أريد أن أعود بالزمن إلى الوراء معك. نعم. ورحمة الله على والدك. نعم. يعني. نعم. يعني حدثنا عن الزمن الذي كانت فيه كلمة عشيرة وعشائرية عن الرجولة فعلا. يسيدي. يعني, يعني ذكرنا بذلك الزمن حتى يسيدي يعني الوالد الله يرحمه من يعني كان من الشيوخ العشائر الدين المعروفين على مستوى المملكة، كان عندما يقال له شيخ يخجل، كان أن يقول أنا خادم المجتمع، أنا ليس شيخا، أنا خادم العشيرة، أنا خادم الوطن، أنا خادم المواطن. وكان مفهوم العشائرية عنده أنه التعاون والمحبة والأخوة والكرامة والعزة، هذا مفهوم العشائرية عند الناس. كانت الناس تحب بعضها أكثر، تحترم بعضها أكثر. كانت العشائرية مفهومها مش السلبي الآن اللي عم بيصير الآن في بعض مناطق المملكة، كان مفهومها حب الناس، خدمة الناس، التعامل بأريحية مع الناس، الفزعة، الكرامة، الشهامة، الفزعة بالحق طبعا، بالحق طبعا. وبعدين اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم أن يروع مسلم، هذا ترويع. ابنك ولا بنتك لما يروح على الجامعة ويتروع ويرجع سمح الله يرجع ممكن يكون يقتل، ممكن يعني ناحية نفسية تصيبه. هذه أشياء، هذه مش دخيلة على مجتمعنا الأردني. مجتمعنا الأردني كان يعيش في زمن طيب، زمن الأخلاق، زمن المحبة. الوالد كان يحكي لنا أشياء كثيرة، يعني الكرامة عند الناس، المحبة. ما كان عندنا مصاري أول، ما كان عندنا فلوس زي اليوم، لكن كان عندنا كرامة، كانت الناس تحترم بعضها، كان في زعماء تقليديين. يعني انت عندك مثلا على سبيل المثال كانت عشائر البلقاء من سير حسبان لسير الزرقاء، كان يحكمها 4 شيوخ، ابن عدوان، ابن قلاب، ابو الغنم، ابن حديد. هذه 4 عشائر. عباد الأستاذ الفاضل من شيوخ عباد يعرف، كان في شيوخ عباد قديش، اليوم عندك 100 شيخ في عباد، كان عندك 4 شيوخ. يعني هذه مسؤولية الحكومات السابقة، الدولة لها دور كبير بتفتيت الزعامات. حدثنا عن هذا موضوع ال 100 شيخ وال 200 شيخ يا سيدي. هاي شغلة سهلة، بيطلع واحد. كيف كان الوضع سابقا؟ كانت أول شيوخ كانت معدودين ولهم ثقلهم ولهم احترامهم عند الدولة وعند الشعب وعند المواطن، وبعدين ما عندهم مش أي توجه سلبي. اثنين كبار
كبار في أخلاقهم، كبار في خدمتهم للناس، بتعاملوا بالسواسية. اليوم الشيخ عبارة مفهومه أي واحد يتقاعد بأي وظيفة حكومية بروح على وسط عمان بشتري له عباية بلبسها بحط له جناد فرد شايف، أو بروح له عشر يعني. حتى كمان أنا بقول حتى المستشارية العشائرية عندنا، وأنا يعني بلتمس وبناشد سيادة الشريف فواز إنه يختار الناس العشائريين، الشيوخ العشائري اللي هم على حق. شيوخ مش اي واحد يجيب خمسة. مين بزكي شيوخ العشائر عندنا؟ يا سيدي بيجوا مجموعه بقدموا استدعاءات انه هذا يمثلنا وهذا شيخنا وهذا، وتلاقيه متقاعد بسيط وصار معاه قرشين وصار شيخ وصار يفتي باشياء بعيده عن العشائريه. يعني ما فيش عنده اختصاص قضائي للعشائريه، يعني بعيد عن العرف العشائري، وبعدين يعني يفتي بمواضيع عشائريه ليس لها صله بالعشائريه. على يعني على كيفه، يعني ممكن في موضوع العطوه مثلا ممكن ياخذ عطوه في شغلات مثلا يجب ان تاخذ لها اجراءات لها 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 اسلوب لها طرق العطوه الصلح لها طرق، هذا لا اعتباطا بده اياها. هذا يعني هذه اسباب كمان تعود الى يعني ادبيات العشائريه، كانت الناس تحترم بعضها. كان شيخ العشيره اذا حكى ممنوع واحد يرفع راسه او يحكي، خلص هو شيخ العشيره بحكي باسم الجميع. والان ما هو نعم الان صارت في العشيرة الواحدة اللي هي 100 زلمة بتطلع منها من 20 شيخ. العشائر الأردنية صار فيه تفتيت العشائرية، صار فيه حرب على الزعامات التقليدية. هذه الحكومات المتعاقبة سبب كمان رئيسي، الدولة كانت سبب رئيسي تفتيت الزعامات وخلق زعامات مصطنعة، خلق زعامات هشة. ما الذي له مصلحة في هذا؟ طبعا في ناس له مصلحة، مثلا عندك مثلا على سبيل المثال قانون الانتخاب الصوت الواحد، هذا احد اسباب الصوت اللي هي احنا نفتخر انه احنا لنا دور قومي دور وطني دور سياسي. لما يكون قانون انتخاب قانون صوت واحد قانون عفن كمان، لانه هذا القانون فتت الناس، سوى مشاكل بين الناس، سوى حساسيات بين الناس. ثلاثة مفروض يكون هناك للدولة لها دور كبير في هذا الموضوع. بعدين غياب القيم، غياب الدين. طيب شيخ مازن نكتفي بهذا.